مساء الفل وسنة سعيدة عليكم. آخر فيديو في 2021، النهاردة هنتكلم عن أفضل أغنية لعمرو دياب في 2021. ولو تاخدوا بالكم أو لو أنتوا مش واخدين بالكم أنه عمرو دياب تقريبا نزل ألبوم كامل من 11 أغنية، والأغاني اللي محدش خد باله منها مثلا، أو لو أنتوا متخيلين أن أنا بأفور منزل 11 أغنية يا جماعة، فعلا السنة دي نبتدي بأول أغنية، هي أغنية إعلان بادية، فيديو كليب الدنيا بترقص، أغنية اتقل أحلى ونص، حلوة التغيير، رايقة، ببتدي من الزيرو، أنت الحظ، ولو بتحب أكتر من قربك وخلي الحجر ينطق. طبعا أنا مش مرتبهم، بس أنا قلت اللي جم على بالي دلوقتي واللي حاولت أفتكرهم هم 11. هنتكلم عن أفضل أغنية لعمرو السنة دي، وإيه الأغنية وأكتر أغنية نجحت السنة دي وأكتر أغنية انتشرت. خدوا بالكم من حاجة، أنا وجهة نظري ممكن تكون الأفضل مش شرط اللي نجح أو اللي انتشر، فبالتالي كده من الآخر أفضل أغنية لعمرو دياب في 2021 بالنسبة لنا هي أغنية اتقل، وهي الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع أحمد إبراهيم. أفضل تراك بالنسبة لي السنة دي، وكان نفسي إنها تتصور على نهج الستايل والإعلام بتاع بيبسي. لو كانت الأغنية كاملة اتصورت بنفس الكلام بنفس الطريقة اللي هي الليبسينج اللي اتعمل مثلا، فكرة أغنية سقف لرامي جمال كانت نفس الفكرة، لو كانت اتصورت كانت ممكن تبقى في حتة تانية خالص. وحاجة تانية صغيرة يا جماعة، الأغنية نجحت جدا برغم إن عمرو تقريبا ما غناهاش في ولا حفلة بالتراك الأصلي بتاعها، ولا اتعمل لها الفوش والدعاية الكافية اللي تخليها تضرب الضربة دي كلها. تاني أفضل أغنية بالنسبة لي في 2021 لعمرو دياب هي أنت الحظ، لأسباب كتير قوي، وهي إن أغنية متكاملة، أغنية كوميرشال، أغنية تجارية، أغنية انا شايف ان هي فيها بهجه جامده جدا، مع ان الاغنيه فيها توازن ما بين الكلام واللحن والتوزيع، تحس ان هي مقطوعه واحده مع بعض، وده اللي نجحها قوي. اغنيه فيها كميه بهجه غير طبيعيه وكلامها حلو قوي. الاغنيه من كلمات تامر حسين، الحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبد المنعم. الاغنيه الثالثه معايا وهي رايقه بالنسبه لي، اغنيه جامده جدا، واغنيه ما اتعملهاش الدعاية الكافية ان هي تضرب الضربة دي كلها، وبرغم كده من انجح اغاني عمرو دياب السنة دي. رابع اغنية بالنسبة له، هنقف لحد الرابع دلوقتي، وهي خلى الحجر ينطق. ممكن بالنسبة لكم دي تكون مفاجأة ان هي مش ببتدي من الزيرو او كتر من قربك، انا بالنسبة لي خلى الحجر ينطق تحس ان اغنية كده هربانة من البوم ايام ليلي نهاري، ايام كمل كلامك، اغنية بستايل قديم بتاع عمرو اللي وحشنا قوي. ممكن الناس تقول عليها اغنية عادية، هي مش موضوع عادية، هي ستايل عمرو اللي هو وحشنا فعلا. انا كل الاحترام بالحلو والتغيير واحلى ونص والكلام ده كله، اغاني كلها ناجحة وعاملة مشاهدات جامدة جدا، بس انا بتكلم في الاربع اغاني اللي انا حبيتهم قوي السنة دي. انجح اغنية لعمرو دياب السنة دي هي مش انت الحظ، انت الحظ الاكثر انتشارا، لكن الانجح بالنسبة لي هي رايقة. رايقة معدية 30 مليون مشاهدة يا جماعة، وما اتعملش عليها البوش اللي اتعمل على انت الحظ. وعلى فكرة البوش ده مش حاجة غلط، البوش ده هو ان تلاقيها بتشتغل في كل مكان، وتلاقيها مع كذا ممثل او كذا فنان عامل لها فيديو، وان تطلع ترند على السوشيال ميديا، سواء حتى الهاشتاج انت الحظ، او حتى عمرو في الصفحة عنده على الفيسبوك وعلى الانستجرام عمل هاشتاج انت الحظ كتير، فده ساعد لنجاح الاغنية، مع ان هي طبعا اغنية جامدة جدا. لكن رايقة بالنسبة لي نجحت من غير كل ده، أغنية رايقة معدية 30 مليون مشاهدة لحد دلوقتي، أنت الحظ 32، بس رايقة ما خدتش كل التسويق اللي خدته أنت الحظ. وفي كل الأحوال يا جماعة الأغاني دي كلها جامدة وكلها بتصب في صالح عمرو دياب، إن هو فنان العام لـ 2021 كمطرب وكأغاني. كل الاحترام لفريق عمل عمرو دياب، من تامر حسين لعزيز الشافعي لأيمن بهجت قمر، لمحمد يحيى، لنادر حمدي، لطارق مدكور، لاحمد ابراهيم، لكل الناس اللي اشتغلت معاه السنه دي. وقولوا لي انتوا ايه رايكم، ايه افضل اغنيه لعمرو دياب في 2021 بالنسبه لكم انتوا؟ ده اللي كان عندي النهارده، اشوفكم فيديو جديد، سلام.